هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. قائمة الوداد لمواجهة بيترو أتلتيكو. كشف وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي ستقام السبت المقبل. وضمت القائمة 22 لاعب كالتالي: حراسة المرمى سيودي تقنوتي وحنين، الدفاع عطية الله رحيم أيت علال كومارا فرحان داري والعملود، وسط الميدان أسرير جبران سرغات الحسوني وحيمود. أما في الهجوم فكل من بنيشو المترجي فيضي أووك بينزا تسومو الوردي والشراسم. أخيرا إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.